كنت منزعجة دوما لأنني كنت أشعر بأن الفتيان أحرار ولا قيود عليهم. في رحلاتنا كنت أنظر إلى قمم الجبال وأتساءل ما إذا كان بإمكاني أن أحظى بالقليل من صلابتها فأتمكن بذلك من اختيار مساري في الحياة. لم أتخيل قبل حوالي ربع قرن أن يوماً ما كاليوم سأتمكن من زيارة تلك الجبال بمفردي من دون ذكر من عائلتي ليحرسني. كنت ذاهبة إلى مناطق قبلية نائية لأصور حملة انتخاب مرشحة للانتخابات التشريعية في العام 2003 في اليمن. نظرت ثانية إلى الجبال وفكرت في المسافة التي قطعتها النساء منذ صغري. لقد قدمت تلك القمم المحيطة بي مثالاً جيداً. على الرغم من أن النساء قد حظينا ببعض التقدم في السنوات القليلة الماضية، إلا أن المسار الذي كنا نعتبره سهلاً لم يكن كذلك، وكنا نرغم أحياناً على التوقف. تذهلني التغييرات الجذرية التي طرأت على أفكار الرجال والنساء على حد سواء. لم ألتقي بعد المرشحة التي ذهبت لمقابلتها تدعى محفوظة السعفاف، وقد أعطاني ملصق حملتها، أعطاني إياه أحدهم في العاصمة صنعاء. في الصورة ظهرت مرتدية بذلة رجالية مع ربطة عنق، وقد أثارت شجاعتها رغبتي في أن أعرف المزيد عنها. عرضت صورتها على الرئيس اليمني الذي عرضها بدوره على الرئيس اليمني الذي تأثر بذلك، واتصل بمحفوظة هاتفياً ليشجعها، حتى إنه أرسل لها المال ليساعدها في حملتها، على الرغم من أنها كانت مرشحة ضد مرشح المؤتمر الشعبي العام ألا وهو حزب الرئيس. الأطفال هنا ينتظرون بحماسة بالغة وصول محفوظة إلى قريتهم في منطقة ملحان التي تبعد حوالي 5 ساعات عن العاصمة، حيث ينشدون الأغاني ويتلون القصائد التي ألفوها تكريماً لها. اختارت محفوظة الصقر الذي يرمز إلى القوة والحرية كشعار لها، حيث لا تزال الأمية تشكل عائقاً في اليمن، ويقدر أن ثلث الرجال وثلثي النساء عاجزون عن القراءة والكتابة، وبالتالي سيتمكنون من الاقتراع عبر الإشارة إلى رمز حزب مرشحهم أو الرموز الفردية للمرشحين المستقلين، بدلاً من استخدام الأسماء الواردة على بطاقة الاقتراع. بدأ موكب محفوظة الحافل بالمناصرين الوصول. رحب القرويون بوصولها عبر إطلاق العيارات النارية في الهواء. تفحصت الحشود عن كثب بواسطة عدستي حتى ظهرت أمامي امرأة وحيدة. كنت قد أخبرتها عبر الهاتف بأنني سأصورها، فلمحتني حالما ترجلت من السيارة. جلت بنظري على أمل أن أرى امرأة أخرى بين صفوف المناصرين، لكن يبدو أنني كنت ومحفوظة المرأتين الواحدتين بين جمع الرجال والفتيان. ومع ذلك فقد أنستني حماسة رؤية وصول محفوظة لبعض الوقت. تعيش هذه المديرية محرومة من الكثير من المشاريع، وكأنها في عهد الإمام البائد لا زال مخيم عليها ولا أحد يرثي لحالها. ومن وثقنا فيه من المسؤولين تركوها على حالها وذهبوا يسعوا وراء تحقيق مصالحهم الشخصية وتنمية أموالهم الذاتية، لا يهمهم من الأمر شيئاً. فإلى متى ستظل هذه الحالة؟ وإلى متى سنصحو من غفلتنا ونعمل على تحقيق المصالح العامة ومستقبل أولادنا؟ إلى متى سنظل سلالم للصعود الآخرين إلى المناصب والصرفات؟ الآن سمعت أحد الأخوات يقول وعود كما وعدنا المرشح السابق، أنا لا أوعد بالكذبة، وإن شاء الله وبإذن الله نعمل جاهدين على رفع المعيشة والمستوى المعيشي في هذه المديرية إن شاء الله. لقد برزت إلى الساحة
وأنا أدري بنفسي أنني أستطيع أن أحقق لكم آمالكم بإذن الله الواحد. لكي نحقق لكم آمالكم التجربة مطلوبة. ملفت أن نستمع إلى الفتيان والشباب يتلون القصائد الجميلة التي تم تأليفها لمحفوظة ولشعارها الانتخابي، ألا وهو الصينين إياها منقذة المنطقة من الركود الاقتصادي. كان الفضول يتملكني لأعرف لما لم تحضر امرأة أخرى لتعلن تأييدها لمحفوظة، ثم لمحت مجموعة من النساء على سفح جبل يتصارعن ليلمحن محفوظة، فمن غير اللائق أن تنضم النسوة إلى حشود الرجال وفقا للتقاليد. هل سجلتين الانتخابات؟ أيوة. نعم أيوة. وهل حتنتخبين؟ نعم إن شاء الله ننتخب المرشحة حقنا محفوظة السعفة. وليش هي بالذات؟ لأن أول انتقم يعني حترفع النساء بشكل عام، عشان كذا احنا مشجعين لها، عشان ان شاء الله تكون هي الفائزه بينهم، عشان ايش ترشحنا بذلك يعني نكون هي المرشحه حقنا ونقومها علينا على اساس يعني تدعم النساء بشكل عام، ترفع من معنوياتهم، لان هنا في بلادنا المراه ليس لها اي كلمه بشكل عام، يعني كالسلعه، يعني ليس لها اي الا الاوامر والتنفيذات فقط، يعني ليس لها يعني ان تكون المراه لها قانون او المرأة لها أنها شغلها البيت وتنظيمه فقط. من حد انت خبيت؟ سجلنا المحفوظة احنا. لماذا؟ لأن احنا نشهل عد شات خرج لنا مشاريع وكهرباء وطرق ومدارس، اما في ناحية عزلة باحش في عندنا نحمل الأمرأة فوق السري فوق القعادة مربطين بالشدة، والمخضارة اللي اده من باقي صار عندنا العزلة حقنا وقد خبقت النص، ولا وقع المطر ولا تكسرت السيارة تخبط في الطريق روح عندنا بلا حاجة. وهل درستي انتي؟ ها؟ درستي؟ لا. وكنتي تحبين انتي تتعلمي؟ وكان حب ان انا اتعلم ولكن بيد من اما عزلتنا لا مدارس لا مشاريع لا طرقات لا قوانين لا معنا اي حد. انتخبنا اول منتخبين من المرشحين ما سبب لنا شيء، انتخبنا ثالث انتخبنا رابع انتخبنا خامس، دحين مسكنا في عاقلنا محفوظة السعفه، في احنا ما سكن فيه وفي مصالحته تخرج لنا مصالح وتخرج لنا مدارس وتخرج لنا كهرباء، نحن نجس بان الظلم على القرعه على الشمعه ولا مستشفيات ولا دكاتره يعني ولا اي حاجه، يمت المريض اللي زعفنه يمت في الطريق ما نرسل على نعالج طوالي سرعه. يعني عندنا لما تكون المراه حامل يمكن تولد في الطريق، المراه اللي حامل وتعسرت عندنا الطريق زي ما تقولي مشي سواء، المراه اللي حامل وتعسرت الطريق زي ما تقولي مدرجه على طول ما توصل ساعه الطريق ساعه تمت في الطريق. يبلغ الناتج القومي الفردي في اليمن حوالي 500 دولار سنوياً، وهو واحد من أقل المعدلات في العالم. وقد جعلت طبيعة البلاد الجبلية وافتقارها إلى الموارد تشييد شبكة من الطرقات صعباً على الحكومة، على الرغم من أن 75% من السكان يعيشون في المناطق النائية. يفتقر الكثير من القرويين إلى الكهرباء والمياه النظيفة والعناية الطبية الجيدة والمدارس اللائقة. بدأ انضمام البلاد إلى العالم المعاصر من الصفر في العام 60، ولا يزال هناك الكثير للتحقيق. منتخب محفوظة حسن علي إبراهيم الساها. ليش محفوظة؟ لأن ما وجدنا من قدنا ومن يسمينا في الحكومة وفي المراكز الأخرى، إن في بعض الأداء يعني ما يذكرونا ولا ما معنا منهم إلا وقت الانتخابات، يعني يوعدونا بالكذب وبداء بالوعود الكاذبة. ما عندك مانع أنك تنتخب امرأة؟ لا، الآن نحن فضلنا الامرأة ننتخبها ونودا، يعني فضلناها أحسن من الرجال، لأن الرجال ما حصلنا منهم الكلمة الصحيحة، بل كذب فيه كذب كله. لمن ستصوت يا والد؟ نختار محفوظة. ليش؟ قد ما ولا على الضاق على انا وعلى من عندي شي مشاعر ياخذ من عند زال المال ما ولا قولهم لا قولهم لا نترشح. ايش تنتظر من محفوظه؟ ما نشاهد من المحفوظه تطور البلاد بس
لأنهم ما سبرونا ولا أي حاجة. أم يا دوري يأكل البقاش وما لان يعيس. وانتو من تنتخبوا؟ الروضة. ما هو السبب؟ أنا أستقلوا لا قد منها جساد صد قام على اللي محتفظ لا قد منها لا جساد ما سباق لا 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 وما عندكم من مانع ان انتم تنتخبوا امراه؟ ولا لا نحن جل هي بالدم والروح ما فيش اي مانع عندنا قناعه ان الرجل عبد الله صلاح يقول ان المراه نصف المجتمع ولها الحق في الوصول الى السلطه. نعم ولا بد من التغيير نغير له نجلس على واحد بدله وهذه ديمقراطيه وهي مدعوم من الضيف التغيير لا بد من التغيير لا بد من التغيير الثاب إذا قد تبدل ذهات في مزق ولا بدي ولا شيء بدلناها بلا بدل جديد نعيش ما هذي نعيش لنا جديد ويوم جديد وهل تعتقدوا محفوظة حتعمل لكم أشياء؟ الحرية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعال إن شاء الله بإذن الله نظن فيها ويتظن في المسؤولي يا سبرنا مصالح ما هي المصالح التي تنتظروها منها؟ الطرق والمال والمشارف أول حاجة قلنا أول مصلحة من المصالح الطريق بعد الطريق الماء والكرهبة والمواصلة ليش أقول المصالح حتى المدارس المدارس عندنا مقصرين ما أبو ولا أستاذي بها مسوي لا جدة المدارس صف أول إعدادي بتحس إنك ما بتتعلم بشكل جيد؟ ما أتعلم كويس الأستاذ ما يفهموهم ما هم فاهمينهم معنا مدرسة في الغربي على طربة من حما ظهرك وأنا جاهل وي على طربة للحين كني شابه وعادة على طربة يقعد عبرني حق 30 سنة أكثر من 30 راهي على طربة وذلك عمره تختلط محفوظة مع الرجال علناً وتتصرف بحرية تامة معهم أما النسوة الأخريات فيجدن مثل هذه الأوضاع غريبة ويتجنبها بالوسائل كافة فهن غير معتادات أن يتفاعلن عن قرب مع رجال لا تربطهن بهم صلة قرابة وتخشى الكثيرات منهن من أن يطلق الجيران الإشاعات في حال كن يتصرفن براحة تامة مع الجنس الآخر غير أن شخصية محفوظة الفذة تجعل من هذه العلاقة أمراً عادياً ويقبلونها ولا ينتقدونها يا ولد يا منزان يا مساري هندا يوم الجمعة شيء حفل كبير تملك عائلة محفوظة مساحات واسعة من الأراضي في منطقة ملحان في مرتفعات غربية اليمن التي تشرف على سهول البحر الأحمر الساحلية إنها أكثر ثراء من معظم السكان هنا وبالتالي تمكنت محفوظة كشابة صغيرة من أن تقصد بلدة باجل المجاورة لتدرس في الثانوية هناك وقد تمكن قلة من الرجال من ملحان ناهيكم عن النساء من إكمال الدراسة في الجامعة لكن محفوظة قد تخرجت من الثانوية وذهبت لتدرس في جامعة الحديدة على البحر الأحمر ودرست هناك لمدة 2 قبل أن تعيدها عائلتها إلى الديار حيث تزوجت برجل محلي وأنجبت طفلة واستقرت في القرية ثم بعد سنوات خالفت محفوظة التقاليد ورغبات عائلتها وانخرطت في العمل الاجتماعي تساعد فقراء المنطقة غير أن المسار الذي اختارته وحياة الاستقلالية التي اعتمدتها سرعان ما أفقدها زوجها إلا أنها تمكنت من الفوز بحضانة ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً وفي الآونة الأخيرة استهوت السياسة محفوظة فقررت أن تترشح لمقعد في البرلمان اليمني في الانتخابات المقبلة
تختلف الحملات الانتخابية في اليمن عما هي عليه في أمريكا أو أوروبا، فقد كانت محفوظة تزور قريتين إلى ثلاث قرى يومياً في الأيام الخمسة الماضية في منطقتها. فيما عدد النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية بارزة في اليمن قليل، وكنا على فترات متباعدة، إلا أنهن أمثلة واحدة. عادت أول سفيرة للبلاد من هولندا لتشغل منصب وزارة حقوق الإنسان بدلاً من امرأة أخرى شغلت هذا المنصب قبلها. وفازت امرأتان في مقعدين برلمانيين في انتخابات عامي 93 و97، كما أنه ثمة امرأتان بين أعضاء مجلس الشورى 111. ووفقاً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في اليمن، ثمة 63 قاضياً امرأة من أصل 1000 قاض موجود في البلاد. غير أن هذا التقدم قد تباطأ لأسباب عدة، مثل النقص في الثقافة ومعدل الولادات المرتفع الذي يقارب 7 أطفال لكل امرأة. على الرغم من أن النساء يشكلن عنصراً أساسياً أو العنصر الأساسي في القوى العاملة في المناطق النائية، فهن يشاركن في المناطق الحضرية في أعمال خارج منازلهن. وهذا صحيح بالنسبة إلى الحقل السياسي، حيث تفضل النسوة عادة المحافظة على إطار معين من السرية خارج منازلهن، وهذا لا يتناسب مع السياسة. لاحظنا أنه في حملتك الانتخابية كثير من الرجال يدعموك، لكن لم نشاهد امرأة واحدة. أين النساء؟ لماذا لم يشجعنك؟ بطبيعة الحال أولاً عندنا عادات اجتماعية وتقاليد يعني وراثية. المرأة ما تخرج يعني في المجتمع ولا تبرز أمام الرجال يعني بشكل عام. المرأة هنا يقودها زوجها أو أبيها أو أخيها. بس أنت خرجتي عن هذه العادات والتقاليد. لأنني إنسانة متعلمة، لأن الرجال يعني قد جلسوا معي بطبيعة الحال ودرسوا أفكاري وطموحاتي. هم يثقوا في نسائهم، والآن يعني بادروا يعني الكل يعني سمحوا لبناتهم وحريمهم بالتعليم، إلا أنه لا يوجد عندنا محو أم. الأمية عندنا كبيرة ومتسعة بشكل رهيب. ماذا كان شعورك عندما سمعنا الشباب يدعموك خلال عمليتك الانتخابية؟ أنا تفاعلت وزدت حماسا وشجاعة وافتخارا، ورفعت رأسي عندما سمعت الجماهير تهتف باسمي وتشجعني، وهناك يعني عقدت الأمل في قلبي إن في هناك أمل يعني كبير للمجتمع اليمني بكل يعني بشكل عام، وخاصة مجتمع مديرية ملحان يعني رجالها ونسائها. هناك في أمل يعني، لأن الناس يعني بدأت تتقبل التعليم وتطويره وتوعي لمثل هذه الأمور، لأن بطبيعة الحال تحصلي أكثر المديريات الناس فيها مقفلين، المرأة ليس لها أي وجود. طيب إذا نجحتي ماذا ستفعلين أولاً؟ إن شاء الله أولاً إذا نجحت ووفقني الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، أولاً مسح الطريق، مسح الطريق يعني إلى كل قرية وإلى كل عزلة، لأن الطريق هي شريان الحياة. يعني إذا لم تجد الطريق يعني كيف شنوصل مثلاً المستوصف أو المدرسة أو أي مشروع آخر؟ هل واجهتي مشاكل عند ترشيحك للانتخابات؟ والله واجهت مشاكل كثيرة وضغوطات كثيرة، وخاصة أن في معانا بعض المشايخ ما زالوا مقفلين، رغم أنهم مشايخ وقد خرجوا بين المجتمع، إلا أن المشايخ يعني غير ملتزمين بما جاء في الدستور والقانون، ويحتقرون الرجال كيف ترشحون امرأة وكيف تمشوا مع امرأة تمام بهذا القبيل يعني. فكان الرد من الرجال لهم يعني لأننا لم نجد رجال يمثلون في مجلس النواب، اخترنا امرأة، وهذا شيء جميل. بعد أن استمعت إلى شكوى محفوظة، قررت أن أذهب وألتقي الشيخ أو زعيم المنطقة. قال الناس إنه كان حاضراً في المقر الرئيسي لحزب المؤتمر الشعبي، لذا ذهبت إلى هناك لرؤيته. ولما كان الفضول يتملكهم ليعرفوا رد فعل الشيخ تجاه زيارتي، تابعني الكثيرون. وجدت الشيخ برفقة مجموعة من الأشخاص يمضغون القات، إنها ورقة منشطة معتدلة يمضغها معظم اليمنيين في فترات العصر. السلام عليكم. احنا تنظيم
الشعبي العام نحن ندعم مرشح المؤتمر الشعبي العام. أما المرأة هو المؤتمر الشعبي العام الذي أوجدها في الساعة والذي شارك في الانتخابات والذي أوجدها في مشاركة الانتخابات.